لا ما في شيء اسمه ما وجدت عالم ثقة أسأله. الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان إذا كان هو طالب علم يبحث في المسألة ويوصل نتيجة إن شاء الله تعالى، وإذا لم يكن طالب علم يسأل من يثق بعلمه ودينه وورعه، طيب يسأله وما يفتيه به على ذمته، يستطيع أن يناقشه يأخذ يعطي معه وكذا حتى يصل إلى نتيجة. الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر. والله المستعان.